متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بألف خير، كنتمنى كذلك ربي يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء هذا. وكيف ما معودينكم أكيد كنمشيو عند الناس اللي كتكون محتاجة، الناس اللي عندها مشاكل. وهاد السيدة من بين هاد الناس هذا اللي عنده مشكل مع مول الدار، على حسب الأقوال ديالو قالك تكرفس عليه هو والزوجة ديالو، قدم به شكاية، قدمتي به شكاية، حنا غنحاولوا نعرفوا التفاصيل من الأول. السلام عليكم أسيدي. السلام عليكم. قولي الاسم ديالك وفين ساكن وعاودي المشكل ديالك من الأول. نرجس عثمان، ساكن في مدينة الرحمة بالدار البيضاء. في الأول كان عندنا واحد المشكل اللي هو كانسير، كنا واقفين على بزاف ديال الأمور باش غتقضيها مرتي في الولادة ديال الابن ديالي الصغير في شهر 3، وقفنا على شي وراق خاصنا باش نقضيوهم. المرأة ديالي مشات لعند مول الكرا اللي الدار ملي كاري هي الدار، طلبات منو باش انها تاخذ من عنده الوراق ديال الزياد ديال ولدي، لان ما بغا يدخلوا ليها حتى شي طبيب، ما بغا يدخلوا حتى شي سبيطار، ما بغا يدخل ليها الدري على قبل باش يتولد. من بعد عطاها واحد الالتزام ديال السكن، ضحك عليها، عطاها التزام ديال السكن لانها راهي ساكنه معاه وسط الدار، هو ما كاينش وسط الدار. ولكن هاد الورقه هادي علاش محتاجينها هما في الطبيب؟ ما فهمتش. باش يدخلوها السبيطار، هي باغا تولد. اها واخا ما يدخلوهاش السبيطار. واخا كمل. عطاها التزام ديال، قرب شي ميكرو عندك. عطاها التزام ديال بانها راها ساكنه عنده معاه، بانها ساكنه هي معاه في الدار. من بعد انا من دازت الامور ديال الولاده ديال ولدي، هضرت معاه باش انه يعطينا الوراق ديالنا قانونيا باش يدير لها عقد ديال السكن، ما يديرش لها التزام، لان مرتي ما كانتش عارفه بان هذاك راه هو ماشي هو عقد الكراء. قلت ليها باش غادي دير معاها العقد ديال الكراء باش حتى هي غادي دير اوراقها باش نجريو على اوراق ديال الدراري، باش حتى انا عندي شي حوايج اخرى باش غادي نقريوها. السيد ما بغاش، قال لنا لا، ما بغاش يعطينا العقد ديال السكن. صافي تما بدات شويه القضيه كتوتر ما بيننا وبينه. اشنو وقع؟ جا هنا للدار، هجم عليها، كيغوت عليها، كيسبها بالحضور ديال وليداتها، كيشوفوا في هذاك المنكر. شويه عيط للجيران ديالنا وقال لهم دوزوا ليا على قبل المره ديالي عائشه، قال لها دوزي عليا. ملي دوزات ليا قال لها غتخونوا ليا الشهر ديالي هاد الشهر، الدار ديالي هاد الشهر. المره ديالي ما بغاتش، عندها الدري الولد الكبير ديال 12 عام كيقرا، هو باقي دابا انت عايش معاها في الدار انت ومرتك؟ انا عايش معاها في الدار. وهو الالتزام اللي عطاها ديال السكن، قال لها هو راه ساكن معاها هو. واخا دابا تعدى عليك، دابا هو تعدى عليك انت والزوجه ديالك. اه واخا قدمتي به شكايه؟ قدمت به شكايه. لا بلا ما